مشاهدينا في بعض الاحيان نلجا لقراءه الصحب الصحف او المجلات وايضا الكتب للتعرف على التقنيات الجديده والحديثه في عالم الطب وايضا عالم الصحه في بعض الاحيان تطرا علينا بعض التغيرات سواء في اجسامنا في الوجه وايضا في الشعر ممكن يتحول اللون من اللون الاسود الى اللون الابيض بعديد من العوامل او الضغوطات اللي يتعرض لها الاشخاص في حياتهم بالشكل اليومي او حمده تقل صبغه الميلانين ويبدا الشخص يظهر له بعض الشعر الابيض خاصه النساء وحتى الرجال تشوفينهم ما يحبون هذا الشيء بين يلجؤون لبعض التقنيات او يروحون لطبيب الجلديه المختص عشان يحاولون يخفون من هذا الشعر الابيض المتواجد. صحيح حتى الحين يعني ممكن زينب مع التطور اللي صار في عالم الطب صرنا احنا ما نتخوف مثل ما انت قلتي بعض الناس يتخوفون من بعض هذه الاشياء، ما صرنا نتخوف منها لان مع تطور الطب اصبحنا الان نقدر نزيل بالتقنيات الحديثه هذا الشعر الابيض الغير مرغوب عند البعض، لذلك زينب وايضا المشاهدين نتكلم عن هذه التقنيات وحول هذا الموضوع بطريقه اكبر معنا الان في الاستديو الاستاذ ايمن عكش اخصائي أي في الاجهزه الطبيه وايضا التجميليه، صباح الخير. صباح الخيرات فيه. يا هلا. استاذ في البدايه هناك الكثير من التقنيات التي تتيح للناس انهم يزيلون الشعر الابيض، حدثنا عن بعض هذه التقنيات. طبعا العلم ياتينا كل يوم بجديد، احدث التقنيات الموجوده حاليا هي تقنيه التيرملايسيز، هاي التقنيه هي عباره عن تقنيه حديثه جدا. وهي سميت ايضا بايفوليوشن لانه هي التطور عن تقنيه التحليل الكهربائي الالكترولايسيس تعتمد هذه التقنيه على ازاله الشعر الابيض من الجزر بدون الم وبدون تخدير حتى لا يحتاج وضع كريم تخدير موضعي على المريض لانه ما في عندنا اي الم وممكن نشيل الشعر بوقت قصير جدا يتراوح بصفر فاصلة 0.2 ثانيه للشعر طبعا التقنيات القديمه كان فيها الم كبير لانه كانت تستخدم توتر كهربائي مرتفع بينما بتقنيه التيرمولايسيز صار في عندنا تقنيه كهربائيه وحراريه مدمجه بنفس الوقت وبحيث انه تعطينا شعور مريح للبيشنت اثناء اداء الجلسه وبوقت قصير جدا طبعا هذا الشيء بيسهل ايضا على عمل الجلسه بالنسبه للتكنيشن او النيرس بشكل عام لاداء الجلسه وبالتالي بتكون النتائج حلوه ومرضيه جدا بشكل مباشر من الجلسه الاولى استاذ ايمن هل هناك بعض الاجراءات او التعليمات تطلبونها من الشخص قبل القيام بهذا الاجراء ام لا تماما بالنسبه لتقنيه الترمولايسس باي ايفولوشن احنا لما بدنا نشيل الشعر هو بيكون تقنيه هي مختلفه عن تقنيه الليزر فلما المريض بده يجي يعمل عمليه ازاله الشعر يفضل انه يكون الشعر ظاهر مو محلوق بشكل كامل حتى تتمكن النيرس او التكنيشن باداء الجلسه بشكل سهل وبسيط في عنا فرق نحن هون ما بين هاي التقنيه الجديده وما بين تقنيه الليزر الليزر هو بيعطيني موجه على منطقه كامله بس بينما بهذا الجهاز نحن بنشيل كل شعره بشكل منفصل عن الشعرات الأخرى فبالتالي بتكون النتائج جيدة بحيث أنه ما بيكون في عندي أي أحمرار أو سايد أفكت للمريض أيضا أستاذ أيمن يقال أو إحنا عندنا فكرة متداولة أن لا تزيل الشعر الأبيض عشان ما يرجع أكثر من أول يمكن مع تمسكنا بهذه الفكرة وإيماننا بهذه الفكرة يمكن البعض يخاف أن يسوي أي ممارسة طبية قد تزيل الشعر الأبيض من خلال الليزر لإزالة الشعر الأبيض هل من الممكن أن يرجع الشعر الأبيض مرة أخرى أو ما يرجع أبدا؟ تماماً معك حق في جزء من هذا الكلام بالنسبة لأجراءات الليزر في كثير من المريض المرضى اللي هن بيكون في عندهم شوية توجس أو خوف من عمل الليزر خاصة إذا كان مثلا السيدات بدهم يعملوا للوجه بهالمرحلة بيكون الليزر مثل ما حكينا هو بيعمل بيعطي الليزر لمنطقة كاملة من الجسم بس بينما بالترمولايسز نحن عم نشيل كل شعرة بشكل منفصل فبالتالي لما بعض المرضى اللي بيعملوا ليزر لمنطقة كاملة فممكن هي تسحب الشعر ولكن بعض الاماكن بينمو فيها شعر غير مرغوب فيه. بالتقنيات الحديثه اللي طوروها العلماء نحن ما بقينا نستهدف منطقه كامله بحيث انه يطلع شعر غير مرغوب فيه، صرنا نستهدف كل شعره بحد ذاتها بحيث انه بيطلع الشعر الابيض من دون ما يكون في عندي اي تاثير لظهور مثلا شعر اخر غير مرغوب فيه. وهذا الشيء ينطبق ايضا على الشعر الوبري الشعر الوبري عند السيدات بشكل عام هو بيكون خلينا نقول مثل تحدي او تشالنج للجميع لانه كل اجهزه الليزر بخلاف نوعياتها غير قادره على ازاله الشعر الوبري والشعر الابيض لانه الليزر بشكل عام هو يستهدف الميلانين مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمه الميلانين اللي هو بياثر على لون الشعر مع التقدم بالعمر بالتقنية الحديثة التيرمولايسز نحن ما عم نستهدف الميلانين نحن عم نستهدف جزر الشعرة فعم بيكون إزالتها بشكل منفصل وآمن تماما وبنتائج رائعة جدا استاذ ايمن سواء للرجال او النساء البعض ممكن يكون عنده آه هذه الصبغه او اللون الابيض بنسبه كبيره في مناطق معينه تخص الشعر هل ممكن ازالتها ايضا بهاي التقنيه ولا يكون عندكم نسبه معينه للون هذه اللي ممكن تزاله بالشكل الابدي او الشكل النهائي تمام اي شعر كان مهما كان لونه اذا كان ابيض او اشقر او شعر وبري ممكن هالتقنيه الحديثه تقنيه ثيرمولايزز باي ايفولوشن يتم ازالتها بشكل كامل طبعا للرجال والسيدات على حد سواء بالنسبه للرجال في عندهم مشكله ازاله الشعر الابيض من اللحيه في كثير من الرجال لما بيعملوا تحديد اللحيه الشعر الابيض ما بيروح لانه مثل ما حكينا الليزر غير قادر على ازالته فهي التقنيه هي بتكون يعني الحل الامثل والانسب لازاله الشعر الابيض بالنسبه للرجال تحديد اللحيه بالنسبة للسيدات كمان كافة مناطق الوجه او الجسم آه، الشعر الغير مرغوب فيه ممكن يزيله بهالطريقة السهلة الاستاذ لما نتكلم عن اي علاج طبي دائما ما نتكلم عن الجانب الوراثي منه دائما لما نتحدث عن العلاج مثلا في بعض الاحيان خاصة في عيادات الجلديه يقول انه اذا كان الجانب وراثي فيمكن يتاخر العلاج او انه يصعب علاجه لان هاي تتعلق نوعا ما بالجينات داخل جسم الانسان اذا كان هناك احنا عارفين انه البعض لهم عامل وراثي في ظهور الشعر خاصه وان كانوا حتى عامل السن ليس بمثل ما هذا العامل اللي طلع لهم هذا الشعر الابيض نعم. هم صغار ولكن عامل الوراثي هو ما ادى الى ظهور الشعر الابيض هل من الممكن من خلال هذه التقنيه يصعب علاج او ازاله الشعر الابيض لأن اذا كان عامل وراثي تماما طبعا الشعر الابيض دائما في ناس بتقلك انه هو مرتبط بشكل اساسي بالوراثه العامل الوراثي بالنسبه للشعر الابيض هو عامل مهم وحاسم في البعض من الرجال او السيدات بيبدا عندهم ظهور الشيب ببدايه الثلاثينات أو الأربعينات أو الخمسينات على حسب. بالنسبة للعلاج بالأجهزة وبالتقنيات الحديثة لا يؤثر العامل الوراثي على إجراء هذه العملية لأنه بشكل عام إذا كان في عندنا إجراء دوائي ممكن يكون في أحيانا بعض الاختلاطات بس بهالتقنية الحديثة طبعاً هي تقنية هي حائزة على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الـ FDA تقنية بتخلينا أنه نكون منعزلين تماماً عن أي عامل وراثي بيأثر على الـ الإجراء وفينا نشيل الشعر بشكل كامل وآمن 100% وبتفصيل صغير مثل ما بنعرف أنه دورة حياة الشعر هي بتكون من أناجين كاتاجين تولاجين هل ثلاث أطوار هن بيكون فيهم أطوار نمو الشعرة فالجهاز هذا لما نحن بنقوم بعملية إزالة الشعر بالطور الأناجين هذا يعني أن الشعر ما حيرجع بشكل نهائي وبشكل دائم عند إتمام الإجراءات والجلسات اللي بيحددها الطبيب ببداية الكونسلتيشن استاذ ايمن ان ذكرنا الوراثه وايضا الجينات هناك بعض الاشخاص اللي يعانون من الامراض المزمنه مثل السكري وضغط الدم وايضا السمنه وغيرها، هل من الممكن هؤلاء الاشخاص يتجهون الى هذا الاجراء ولا تستبعدونهم تماما؟ آه تماما، أي إجراء بيكون آه يحتاج إنه آه تداخل دوائي مثل ما قلت لك هذا الطبيب هو بياخذ القرار فيه بشكل كامل، بس لما نحن عم نعمل إجراء بهذا الجهاز هو بس ينصح إنه المريض ما يكون في داخل الجسم أي صفائح أو أي بيس ميكر أو هو جهاز ناظم الخطى القلبي حتى تكون العملية آمنة، ومثل ما حكينا الجهاز هو آمن تماما ومصرح به من كثير من وكالات الدواء والأغذية بالعالم أيضا العلاجات أستاذ اللي هي تتعلق دائما بالعلاجات التجميلية نوعا ما ما يكون لها فترة معينة وتختفي تبدأ من الست شهور وتنتهي إلى حد السنة 12 شهر هل من الممكن لهذه لهذا النوع من العلاج أن فترة وينتهي ويرجع الشعر الأبيض فبالتالي يضطر بعض الأشخاص أنهم يرجعون لإعادة هذه الممارسة مرة أخرى؟ تمام سؤال مهم جداً عند اي اجراء تجميلي سواء كنا عم نحكي بالليزر او الفاشيال او راديو فريكونسي لازم يكون في عنا عدد جلسات معين لحتى تاخذ النتيجه شكلها الدائم بتقنيه الترمولايزز باي ايفولوشن نحن بنحتاج عاده من خمس جلسات الى سبع جلسات فيما بعد بتكون النتائج دائمه لانه الجهاز هو اخذ الاف uh, دي بما انه هو الجهاز الوحيد في العالم اللي هو بيرماننت هير ريموفل يعني بيعمل ازاله شعر بشكل مؤخدها. دائم فبالتالي uh, لما البيشنت بيعمل عدد الجلسات المطلوب منه uh, الفاصل بيكون بين الجلسه والجلسه ثلاث اسابيع، طبعا نحن عم نقول بين الخمس او سبع جلسات، بنرجع لاطوار نمو الشعر اللي حكينا عنها إذا كان الشعر عم ينشال بالاناجين فيز فالشعرة ما حترجع بشكل دائم، فمن هون بينطرح سؤال أنه ليش خمس إلى سبع جلسات؟ يعني ليش مثلا مو من الجلسة الأولى أنا شلت الشعر الأبيض وراح؟ رح أعطيك مثال منطقة من الشعر مثلا فيها 100 شعرة إجى الطبيب بالجلسة شال هاي الـ 100 شعرة بس هدول كان جزء منهم بالاناجين فيز وجزء منهم بالطورين الثانيات، فبالجلسة الثانية اللي بعد ثلاث أسابيع الشعر اللي انشال بالطورين الثانيات رح يرجع ينمو فلما حينشال كمان بالاناجين فيس بيكون تخلصنا من اول شيء 30% من الشعر بعدين 50 70 لا نصل ل 100% من الاجراء فبالتالي عدد الجلسات بيكون على حسب ما يقدر الطبيب للمريض وفيما بعد بتكون النتائج دائمه ان شاء الله استاذ ايمن ذكرت ان النتائج تكون دائمه وليست مؤقته يعني ما بيطلع الشعر مره ثانيه في هذه المناطق اللي تم ازالتها من قبل الطبيب، لكن يعني المتعارف عليه اي جهاز او اي تقنيه حديثه هي سلاح ذو حدين ولها ايضا السايد افكتس او الاثار الجانبيه، هل هناك اثار جانبيه في المستقبل بعد يعني تطبيق المريض لهذا الاجراء او استخدام هذا الجهاز؟ طبعا بالنسبة للتأثيرات الجانبية ما في عنا شيء على المدى البعيد هي بس تأثيرات جانبية قصيرة المدى اللي هي بس بعد إجراء الجلسة بيكون في شوية إحمرار لا يذكر بعد إجراء الجلسة وممكن المريض يعود لحياته الطبيعية بنفس اليوم لأنه الفكرة بهذا المشين أن نحن ما في عنا حرق أنه ما ممكن يكون في عندي أنا البيشنت تصير في عنده حرق بالجلد أو بالسكين لأنه الجهاز لا يستخدم الليزر فهي التقنية هي آمنة وممكن البيشنت يعود لحياته الطبيعية بشكل طبيعي جداً ايضا استاذ نوعا ما في في اشياء احنا يمكن لما نروح للعياده التجميليه يطلب منا الاطباء ان نبتعد عن بعض الاشياء او بعض الممارسات عشان ما ترجع مثل ما نقول المشكله مثل ما كانت هل من خلال هذه العمليه والليزر للشعر هل من الممكن ان يبتعد الشخص عن بعض الاشياء بحيث انه ما يرجع للشعر الابيض يعني احنا دائما ما نقول هذه الفكره ان من الممكن تعطير الشعر ايضا قد يزيد الشعر الابيض هو الشيء اللي ننصح فيه بشكل دائم انه ما يعمل المريض اختلاطات بين عده علاجات في نفس اليوم، يعني احيانا بتروح المريضه او الست على العياده بتقولها اليوم يعني دلعيني، فتريد تعمل فيشيال وليزر وكذا و... اجراء كل نفس الوقت ايوه كل شيء بنفس الوقت فنحن اذا بدنا نعمل نتائج تكون مثل ما تفضلتي بالدرجه الممتازه وما تاثر على شيء لازم لما نعمل هاي الجلسه على الاقل خلال يوم او يومين او ثلاث ايام بالكثير ما نعمل اي اجراء تجميلي فيما بعد ممكن ان هي مثلا اذا بدها تعمل اي اجراء ثاني ما بياثر عليه وبيكون النتائج فيها يعني جيده جدا اكيد استاذ ايمن بما ان ذكرنا بعض التعليمات او الاجراءات اللي يجب ان يتبعها الشخص بعد يعني الانتهاء من هذا الاجراء، ايضا شو هي بعض التعليمات خاصه بعد ازاله الشعر من مناطق الوجه؟ اهم شيء انه بعد ما يتم ازاله الشعر من منطقه الوجه تكون البشره رطبه، بيكون في كريمات ترطيب تستخدم لبعد اجراء الجلسه، وبكون مثل ما حكينا انه ما يكون في اي اجراءات او اختلاطات ثانيه بنفس الوقت لانه عمليه اجراء الترمولايسيز هي بتكون عباره عن ابر صغيره ورفيعه جدا وفيها يعني محاطه بمواد بحيث ما تعمل لي انا سايد افكتس فحيكون بس نحن نحافظ على رطوبه الجلد ل بنفس اليوم اللي نحن بنعمل فيه الجلسه وبالتالي بتكون النتائج يعني ممتازه جدا. استاذ يمكن احنا نخاف نوعا ما من الليزر عشان الحراره يعني دائما لما اي ممارسه بالليزر لازاله الشعر دائما ما ينصح الاطباء في العيادات الجلديه بالابتعاد نوعا ما من اي مصدر قد يكون حار نوعا ما على الجسم او حتى على الشمس دائما ما يطلب مننا احنا نكون في الداخل لفترات جدا طويله هل من الممكن من ازاله الشعر بتقنيه الليزر الشعر الابيض بتقنيه الليزر هل يبتعد ايضا ممارسين هذه التقنيه عن مصادر الحراره تماما بالنسبه لازاله الشعر بالليزر اكيد اذا كان المريض تعرض لحراره او للشمس بعد اجراء الجلسه بتكون في عنده شوي الاحمرار بيزيد وممكن يصير في عنده احيانا تصل لمرحله الحروقات حتى اذا مثل ما بتعرفي بفصل الصيف بس التقنيه الثيرمولايسز باي ايفولوشن اللي عم بتكون هي ما لها علاقه بموضوع الحروقات لانه بيكون الجلسه إجراءة امن جدا فبالتالي نحن بننصح البيشنت بشكل عام اثناء فصل الصيف يحطوا الواقي الشمسي لانه هو حيعمل حمايه للبشره ولما بدها الممرضه او الطبيب يعمل الاجراء العمليه بتكون العمليه له سهله والمسام مفتوحه وبيقدر يشيل الشعره بشكل سهل وامن ومن دون اي الم للبيشنت صحيح اكيد استاذ ايمن يعني في النهايه نقول مثل هذه التقنيات الحديثه وايضا هذه التكنولوجيا المتطوره يحتاجها بعض الاشخاص للتخلص من الشعر ذو اللون الابيض يعني الى الابد وايضا الى النهايه استاذ ايمن يعطيك العافيه ونورتنا في هذا الله الصباح الله يعافيك شكرا لاستضافتكم العفو شكرا